رغم مرور عدة أيام على زواجها، ما زالت ياسمين وافي متصدرة للترند بسبب زواجها. اختارت أن تبدأ العام الجديد مع زوجها في منزل الزوجية، فاجأت الجمهور بإطلالة مميزة في حفل الزفاف. احتفلت الفنانة ياسمين ممدوح وافي بالتزامن مع بداية العام الجديد بزواجها من الممثل شادي محمد عبد السلام، وفضلت ياسمين أن يتم الاحتفال في جو عائلي مميز وبسيط، فاقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين. وكان لافتا للانتباه حضور أصدقاء ياسمين في مركز الهناجر للفنون، ولعل أبرز الأسماء التي تواجدت في الحفل المخرج أشرف فاروق والفنانة شيماء عباس وزهرة رامي. اختارت ياسمين فستانا أبيض أنيقا مصنوعا من التل وبه بعض التطريزات المميزة، وتركت شعرها للخلف منسدلا، وفضلت أن ترتدي طرحة طويلة تناسب ستايل الفستان. جمهور ياسمين أبدوا إعجابهم بإطلالتها وتمنوا لها حياة سعيدة ومستقرة. ياسمين وافي هي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي، وبدأت التمثيل بعد رحيل والدها، واعتمدت على موهبتها حتى تثبت نفسها للجمهور وتكسب حبه. على مدار السنوات الماضية شاركت ياسمين في العديد من الأعمال الدرامية المميزة، لعل أبرزها حكاية ضي القمر مع كندا علوش، بالإضافة لمشاركتها مؤخرا في مسلسل موضوع عائلي مع ماجد الكدواني. فاجأت ياسمين الجمهور بدورها في هذا العمل، حيث جسدت شخصية أم ليث، المرأة صاحبة الشخصية القوية، وتحدثت باللهجة السورية.